ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. طبعا انا النهاردة في مفاجأة لرحمة وجنة. طبعا هو انا دايما اجيب حاجات لندى على طول وبيزعلوا بقى مني، فانا قررت ان انا ايه اجيب لهم حاجة واشوف رد فعلهم. هما كده كده عارفين ان انا نازلة اشتري ايه اكل وكده، فتعالوا معانا نشوف جايبه لهم ايه. طبعا هفتح الريش دلوقتي، انا عايزه اخبي الحاجه عشان انا ما بعرفش اداريها. اهي يا راح بجيب لكم اكل. سوري انتوا قاعدين كده ليه اصلا؟ موطي التلفزيون يا جنة. ليه؟ عايزاكي. وفر. موطي يا رحمة انتش. مش عارف. شوفي ايه؟ مش عارفة بسأل ليه ده. تعالي يا رضا خدي التليفون عشان انا حبيت اعمل لهم بصراحة. مسكت لك التليفون بتوري. اصبري بس انا جايبه لكم اكل. انا عارفه ماما قالت لي امبارح انا جايبه اكل حلو اصلا. اوري الصغيره دي بس يا جنة استني انت. طب انا هقول لك، انا جايبه لك هديه عشان انا كل مره بجيب لولادة حاجات وبعرضها على الناس، وفي الشهر الجاي هجيب لها حاجات ان شاء الله. فقلت عشان انتوا قاعدين كده حاسدين. تخيلوا كل واحد بيفكر هجيب له ايه. هجيب لك في سنت الصغيره دي. لا هي جابتها لك على السلم مخبيها. بس انت خبيها على السلم ما سلكيش عشان ده صغيره ديت. مش عارفه. لا قولي اجيب لك ايه بره. تخيلي عندي حاسه انا مش سامعه مثلا. يدوب ايه؟ لا امه. وانت يا جنة؟ بنطلون. عروسه. ممكن موتوسيكل، ممكن عربيه. بس الشنطه دي تاخد موتوسيكل. طب ايه رايكم؟ هوريكم مفاجأة. استنى بس وقفت التلفزيون شوية. وريني. بصوا هما كل واحد ليه علبة صغنطوطة قد كده بس جواها حاجات كتيرة وغالية قوي. كتيرة. العلبة الصغنطوطة اللي قد كده هيبقى فيها حاجات غالية قوي. غالية قوي قوي. انت كسبانة من البخت ولا ايه؟ كسبانة من ايه نسيم؟ قولي. جايبة بكام؟ طب قولي. اوري مين الأول؟ تعالي يا جنة. لا أنا. احنا الاثنين مع بعض. بعمل دول اتنين مع بعض. واحد اتنين. غمض عليكم ما تفتحوش الا لما عشان انا عارفه كل واحد. ها شاليه دي ايه؟ وهدينا انا كمان يا ماما. انا جبت لك يا ندى حاجات وان شاء الله لسه. هي اول حاجه العلبه دي. استنى ما حدش ما تبصوش. حاضر. لرحمه عشان كان نفسها فيه. بس ما اعرفش اصلا رحمه مقاسها اصلا ولا لا. اصلا مشكله رحمه والله يا جماعه دهب. والله دهب. والله انا معايا فاتوره. اللي بيعرف يطلعها له ايه اطلع لغايه من جوه. بس اصلا يا رب يعجبها. ثانيه يا رحمه ما تبصيش دلوقتي. ثواني. تعالي يا ماما ورثت من جدها امبارح. فقالت لازم افرحهم. وده جنة. ده جنة اهو. اهو هي برضو كان نفسها برضو اللي إيه فاهمين هيعرفوا لونه ويعرفوا كل حاجه. ما باينه يعني الذهب من الخلص. مش هضحك على ايه. يلا واحد اثنين ثلاثه. ايه انا تحت. كل واحد يختار علبه. عايزه دي. لا انا الله ما في دي. اهو شكلها احلى. عايزاها. يلا بص انا عارفه كل واحد علبته. دي رحمه عشان هو قدها. جبت لك خاتم اللي كان نفسك فيه. ايه رايك فيه؟ ورولنا على ايديكي مقاسك ولا فين اصلا؟ في صباعي في النص. هو ضايق عليكي ولا ايه يا رحمه؟ هيسوني كده. يا دبلي هو ما عايزه واحد زيه يا ماما ان شاء الله. هو شبه بتاعي. انا بجيب لك العزال يا ندى بقى انت. انا بتاعي ده. شبه ده. هجيب لك حاجه حلوه انت رخ. شبه ده. هل ايسو جنة يا جدعان؟ شبه ده. عجبك؟ من زمان. زغرت لها يا رحمة. اي سهولة عبال ما ايه اديها الحلق. ماما جابت لك حلق يا جنة. انت حلق. بدل الحلق ال بتاعي. والله بص يا جماعة. ايه رأيك فيه؟ ده ربع جنيه عشان انت هتضيعيه. ولا ايه مش عارفة. ربع جنيه. هو ده علامة بتاعت الراجل عامل زي الجنيه. ايه رأيك فيه؟
هلبسوني كتاب قدامهم؟ ازاي وانا لسه بتاعي؟ انت هتقلعي بتاعي عشان بتاعي دوت انا هاخده. لا 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 بجد عجبني. حلو يا جنة؟ حلال عيشوني. طب حلو؟ حلال عيشوني. انت هتاخد الخادم ولا حلق؟ لا ده هي الحلق. لا وريني خاتم جنى عليكي. بس صوابعك عجله اصلا. انا عامله حسابي ده الرحمه وده ليك انت مش هينفع. بس في صباعك اللي في النص. انا شايفه اللي عاملني بصوا هنا. اللي في النص. انت رحمه وخلاص. لا ورونا ما انا شوف عجب لك انت صغنطوطه. ده انا ادي. وريني. هنعمل خناقه يا جدعان ده انت فرحهم بيها هيعملوا هيضربوا بعض عشان وريني. ده جايب اسم رحمه خلاص. وريني اشوف وشك والله. وريني كده وريني كده بيقع ولا لا. وريني ابص بيقعش يا ماما جنى ده عجله. ده جنى ايدها حلوه يا خاص يا احمد بقى حظك. لا حلوه بنت مش شمس حلقه حظك قادم. يا ماما بقي حلقه. لا اعملوا عشان خد العلبه يا رحمه. هو الراجل مش شا... انا قلت له غير العلبتين عشان كنت هفاجئكم كل واحد حاجه. وانا يا ماما هشيل الخاتم ده هشيل اسوره. والله العظيم يا جدعان الحلقه ماما هو يعتبر الفرق بين ده وده حاجه بسيطه بس هم بكلمك. نعم هشيل اسوره. نعم نعم هشيل اسوره ذهب. انا عايزه اسوره بالخاتم بتاعها ما. والنبي لما اتجوز هات لي هديه. هجيب الفيزا واحطها في البتاع لو طلعت مليون جنيه هجيب لك. يلا يلا. لا لا انا جبت لك قبل كده ساعه المناسك يا جدعان. انا بص يا جماعه يعني امي لوحدها كده مشتركه معاها والله العظيم. وايه تاني؟ ولسه الشهر ده هديها حاجات تانيه. ايه تاني؟ خلاص الشهر ده الشهر ده هتديني 1500 وكل شهر طبعا بتديني في والشهر اللي فات ادتني 1000 فامي دفع لوحدها حوالي 15000 20000 حاجه كده. ايه يا جدعان اقول لها بقى والنبي يا جدعان. هب ده عادي بقى بس خلاص خدي خلاص يا رحمه انت خدي الحلقه وهي تاخد بتاعها. ما مش مقصر. خلاص يا رحمه سيبها لها. طلعت مسها تخيل عندك. بس انا قلت لامك امبارح هات الجنه حلقه عشان الجنه لو لبست الخاتم هترميه في الشارع. قلت هترميه في الشارع والله ما انا عارفه لكن الحلقه مش هترميه. مش حلو. هاتي طب بوسه بقى يلا مش تبوسيني كده. انا بوستك هي اللي معفنه بقى انا مالي. بس خلاص انا هخليك. شكرا ربنا يخليك. طبعا اذا كان قول لهم بقى يا احمد عجبكم الحاجه طبعا قولوا لي والعيال مش عارفه في صدم وما عليكم يا سامح الله كده. اصلا مش فاهم ما تخلوا على الخاتم. انا غلطت. انا المفروض كنت جبت يا حلقين يا ختمين. بس انا قلت انا عارفه ان جنى ايه من نوع طبعا عيله صغيره هتقلعها وهدوم ترميها لكن الحلقه لو غرطنا عليه جامد خلاص مش هيتقلع. طبعا رحمه كبيره هتبقى فاهمه ان ده ذهب مش هتقدر تقلعه. وان شاء الله يعجبكم الفيديو واذا عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك. وانت قولي بقى والسبسكرايب ووريهم الخاتم. طبعا يا جماعه جنى ايدها مكلبصه. انت وريني جنى ايديك مكلبصه ازاي؟ انت شفت على ايد ده ندى رحمه على صوابعك يا جنى. الله اكبر. خدي حالص ما انا جايبها لكم والله حالص. بس باي. باي هاتي بقى الصوره.